بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي متابعي قناتي على اليوتيوب طبعا اليوم بدنا نحكي عن الوضع النهائي للبيتكوين وآخر الدراسات بالنسبة للبيتكوين طبعا شباب بالنسبة للبيتكوين امبارح كنت بنقاش مدته تفوق ثلاث ساعات مع علماء حقيقيين يعني علماء بمعنى كلمة علماء بتحليل البيانات وهدول العلماء لقيت ال النتيجة النهائية دراسات تقاطعية بيني وبينهم انه البيتكوين بمنطقة قيعان رئيسية تمام فتناقشنا بهذا الموضوع اننا نشوفيه طبعا نحن بالنسبة للدراسات وتم بين العلماء ما نطلع بعض على ماهية الدراسة شو هي مشان يكون موضوع منفصل ما يكون في تحيز يعني ما اسمع من حدا كلمتين ارجع عيدهم او حدا يسمع مني كلمتين ارجع عيدهم فالدراسات بتتم كل واحد له مدرسة خاصة بالتحليل وكل واحد له طريقة بالتحليل فكان معنا بهذا اللقاء علماء تحليل بيانات علماء تحليل استرولوجي واسترونومي وكلها تنأكدوا انه هاي مناطق قيعان للبيتكوين او ما حقول اكدوا مشان ما تكون تأكيدات انه البيتكوين تمام وحكينا احنا فيها قبل بوقت انه احنا من شهر عشرة هون عنا هبوط حتى شهر خمسة او ستة الفين واثنين وعشرين هذا الحكي هلا شفنا انتهى ظن فالقاع هذا الشهر او الشهر الجاي طبعا ممكن نلاقي اتجاهات جانبية بعدين البيتكوين يبدأ صعود بس البيتكوين لسنا في بير ماركت انتبهوا انتو في مراحل تشكيل قيعان ومو دراسه بس فقط مني امبارح انا جالس فوق تلت ساعات علماء تحليل بيانات داتا اناليست وعلماء استرونومي بتحليل الاسواق الماليه وهي مدرسه منفصله بس اللي بيعرف يشتغل فيها هن ناس قلائل. ولازم يكون مقتدر بهيك نوع التحليل فجميع الدراسات اكدت دراسات تقاطعية بالفعل انه نحنا بمنطقة قيعان فانا من جهتي والاستراتيجية اللي انا متبعة تمام انا حطيت العملات اللي انا عندي فما بقى أعيد اقول شو هي واحدة من بنات عملة مانا ثري لونج هي ممكن انا متوقع عوائد تعمل لي فوق العشرة مليون دولار باي ذا واي بنهاية يعني على الفين وثلاثة وعشرين بشهر عشرة طبعا بنحدث هذا التاريخ بوقته ان كنت انا حي طيب على قيد الحياة ان كنت ميت فأتذكر هذا التاريخ فنحن بمناطق قيعان فالعملات كلها اللي هبطت ان شاء الله حترجع تطلع بغض النظر عن الفيديو السابق اللي هو يعبر يعني يحتك بصلب فكرة البيتكوين بس حتى الافكار التافهة والسخيفة يعني مثل عندك التيك توك واليوتيوب انا بعتبرهم من اسخف الم... اليوتيوب قول مفيد التيك توك من اسخف المنصات وسائل التواصل الاجتماعي بس كل شيء بالدنيا له عمر بيبدأ بيعيش بيموت فحاليا نحن ضمن عمر البيتكوين فكلامي السابق ما له علاقة بعملية صعود او هبوط للبيتكوين وبذكركم لا تلحقوا كلام وسائل التواصل الاجتماعي وتويتر ومحللين يطلعوا يقولوا لكم الاكس ار بي بده يصعد والبيتكوين هابط ومعامل الترابط بيناتهم 97% بحيث هذا الحكي اذا انت قلته لغنمه ما بتصدقه يعني يناقض ابسط بديهيات التحليل او واحد مثل مثلا نايف شراء 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 لا نحن في عنا تايم سايكل متقيدين فيه ف من قبل احنا سبع شهور عين حذرناكم من عملية هبوط وشفناها هاي الهبوط انتهى الموضوع ان لكم ما في صعود قبل شهر خمسة أو ستة آه 2022 خلي يكون معنا غلط شهر فشهر سبعة هيكون قاع الفاينل أو حلق حاليا المفروض هو القاعة الفاينل تبع البيتكوين فننتبه لهذا الموضوع شباب انه انتم بمناطق قيعان فانتبهوا من عمليات بيع عملاتكم تحت تأثير الرعب والخوف طبعا انا حبيت فيدكم بهي الدراسة لانه دراسة مبنية على أسس علمية يعني انا اذا بشوف الاساس العلمي تبعها في تخبيص واحد يطلع يقول لي الاكس ار بي بده يطلع والبيتكوين بده يهبط بقول وقف عندك وقف عندك لو سمحت لو سمحت اسكت انت غير مؤهل انه انت تحكي اصلا بتحليل البيتكوين روح تعلم الاساسيات الاي بي سي بعدين تعال احكي او يطلع واحد يقول شراء 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 وهو مشاريكم من السبعين الف مثل نايف او يطلع واحد مثل كريبتو اضراط اه يطلع يقول لكم تخبيص بعت عملاتي اشتريت عملاتي لا ما بعت عملاتي يسحب كلامه 100 مره ويرجع كلامه 100 مره وكانه يعني عدم مؤاخذة يتقيأ كلامه ثم يأكله من جديد فهذا الموضوع كله ما بينفع معنا نحن ما غنم عند المتابعين مشان هو يعمل لي ميتين ألف 300000 ألف متابع وصير انفلونسر هو لا يستحق أصلا أنه أي شخص بيحكي هيك تحليلات أنه يكون انفلونسر أوكي أنا بسمع له من باب بس هيك التسلية من باب أنه نعم بسمع رأيي تمام وبنفس الوقت الاراء المتشائمه جدا مثل آه الاخ صاحب اي جي كوين اللي هو متشائم جدا بالنسبه للبيتكوين فهو كمان ينافي ابسط اساسيات الاسواق آه الماليه، بالاسواق الماليه لا تخضع للمنطق دائما، اعطيكم مثال زهره التوليب بسويسرا وصل سعرها لثمن فيلا وهي عباره عن زهره بعدين انتهت هي الفقاعه وانتهى هذا الموضوع كلياته فحتى الاشياء التافهه والسخيفه في مين يشتريها وفي مين يعمل هايب عليها حتى لو كانت فكرتها سخيفه انا حاليا معارض لفكره البيتكوين ومحتاج الى تقنين بنفس الوقت اذا وقعنا بموضوع التقنين وصار له قوانين فلغينا فكره الديسنترايز تبعه للابد فهي عمليه متناقضه بحته ولكن هالشيء ما بيمنع انه البيتكوين يرجع يطلع فعرفتوا الفرق فحاليا الدراسات اللي بين ايدي يس وي ار ان أه تقريبا فينا نقول ان مين ان مين بوتوم البيتكوين عم يعمل مين بوتوم فانتبهوا حتى على فكرة لو مشتري من الاربعين الف السعر حيرجع لعندك فاتلست انت حتطلع به مالك فانا شايف من الخطورة بيع كميات البيتكوين اللي عندي انا مثلا حاعطيكم مثال عملة مانا هي ثري لونج تمام انا مشتريها هون من هي المنطقة اي نعم اي اوكي انا مشتريها من هون من هي المنطقة بس ما حبيعها لأنو انا very near to the bottom وهي العملة حسب الشيء المتوقع انا ممكن تعمل لي هي عشرة مليون ثمانية مليون دولار فما حضحي بهيك صفقة وانتبهوا في شيء اسمه فرصة بتجي بالعمر على يمكن على عدد أصابع ايديك عشر فرص فرصتين ثلاث فرص اذا انت ما انتهزتها وما فكرت فيها بطريقه علميه واذا انت يعني عفوا من هاي الكلمه كنت غنمه وما بتفكر وراء هدول الانفلونسر اللي عم يطلعوا يبنوا شهرتهم وثروتهم على كتافنا وما منفكر بحكيهم فنحن حنضيع فالفرص هي بدك تفهم شو معنى كلمة فرصة وللأسف ممكن كل الناس بتفهم شو معنات كلمة تشانس يور لايف تشانس فأنا بالنسبة لي وطبعاً هذا الكلام ليس مجبر لأحد ممكن يطلع كلامي غلط تمام بس أنا بعطيكم نتائج الدراسات اللي عندي بطريقة متحيزة إنه نحن بمنطقة قيعان للبيتكوين وقيعان ميجر تمام والبيتكوين حيرجع يطلع وحنرجع نشوف كمان ارتفاعات تانية للبيتكوين فاتلست اذا وصل رجع مينيموم حيرجع على سبعين الف تمام فانت حتعمل ارباح او اتلست حتسترجع المحفظة تبعك ايه حتستنى نحن هلا بشهر ستة فباقي لك عشر شهور وست شهور 16 شهر هدول غمض عين فتح عين حتلاقي هذا الموضوع انه انت ضاعوا من عمرك بدون ما تستفيد منه اتلست استفيد انه انت ما ضيع عملاتك تمام انسى عملاتك بالمحفظة لا تفتح المحفظة وانا بأكد لك انه حترجع تسترجع فلوسك بعدين بحكي لكم قصة الميكانيكي التركي اللي أنا صلح لي سيارتي واللي لساته ميكانيكي لأنه ما انتهز فرصة راحت عليه بانهيار 2008 وهالحكي أنا قابلته بال2015 بعدين بحكي لكم قصته هذا الرجل بكل بساطة من رجل ثري الى رجل ميكانيكي يصلح سيارات الناس طبعا تصليح سيارات الناس مو عيب ولكن كان في عنده فرصه افضل بحياته فقط لانه انسان ما له محتك ما له مطلع عم يلحق المحللين الهشتك بشتك والكلام الفاضي والتعليق الفاضي اللي عم نشوفه على اليوتيوب يعني واحد والله في انسان طبيعي بيطلع بيقول لك انه الاكس ار بي بده يصعد والبيتكوين بده يهبط ومعامل الارتباط بيناتهم 97% يعني حركه لصيقه جدا فهذا كلام خارج المنطق أنا مستحيل اني اقبله كانسان عاقل الله أعطاني نعمه العقل والقاعده الاساسيه البسيطه بالتداول والتجاره واللي علمني اياها الوالد الله يرحمه قال لي بيع بغالي واشتري برخيص وهي قاعده حياتي مستحيل بدلها بيع بغالي واشتري برخيص وهي بديهيات التجارة لا بدك تريدنج فيو ولا بدك بايثون ولا بدك ار ولا بدك خوارزميات لا خوارزميات جينية لحتى تعرف هاي البديهية يلي انسان طفل عمره عشر سنين ممكن يعرفها تمام شباب فبس هي هي ذاتس ات اتمنى جميع التوفيق وان شاء الله كمان هذا التحليل يطلع معنا صحيح وان شاء الله تعالى بوتوم للبيتكوين حيعوض كل الناس عن خساراتها السابقة بس هي نتيجة دراسة وبالنهاية برجع بأكد لك انه انا مالي مسؤول عن نتيجة الدراسة مثل شهر عشرة وقت لكم انا مالي مسؤول عن الدراسة انه في موجة هابطة للبيتكوين بدها تتكون وانه البيتكوين صار عنده سلوك الفقاعة وقت بشهر مايو البيتكوين هابط كمان مالي مسؤول كنت وقت قلت هون عندكم صعود كمان مالي مسؤول وهلا وقت عم اقول هون ميجر بوتوم للبيتكوين كمان انا مالي مسؤول عن التحليل انت شوف اللي بيناسبك شو الاستراتيجية الشراء والبيع اللي انت بدك تشتغل فيها عاجبك التحليل يا اهلا وسهلا فيك مو عاجبك التحليل كمان يا اهلا وسهلا فيك ما عنا اي مشاكل ما رح نقيد لك حرية تفكيرك لانه بالنهاية انت انسان والله كرمك بنعمة العقل ولست عبارة عن غنمة تلاحق التحليلات بما فيهم تحليلاتنا بدون عقل وبدون تفكر وبدون تدبر بماذا يقال امامك تمام؟ ف I think we stop this downtrend and we will reverse and go up. هذا نتيجه ملخص النقاش اللي دام لمده ثلاث ساعات يوم امس وحقيقه انا تعبت منه كثير لانه شفنا دراسات كثيره. فهذا هو الشيء الملخص اللي تم وانا عم بعطيكم شو الاشياء السريه اللي انتم ما, ما مستحيل تطلعوا عليها لو ما شخص طلع على اليوتيوب لكم ترى واحد اثنين ثلاثه هذا الاحتمال قائم وبشده والبوسيبيليتي تبعه عاليه، الاحتماليه تبعه عاليه، ف بالنهايه اتمنى الجميع الله يوفقنا بهذا التوقع مثل ما وفقنا بالتوقعات السابقة وأتمنى للجميع التوفيق من كل قلبي وتعويض خسائرهم خلال الفترات الماضية تمام بس أردي مثل ما حكينا بفيديو الأول تبع انتقاد الدكتور أسعد رزق وخلي بالك أنا ما عم ببني شهرتي على شهرة أي واحد لأنه أنا قدمت توقعات في عالم العملات الرقمية كافية كافية أنه تصيب أي شخص بالذهول كيف عرفنا هاي المواضيع بس كلها مبنيه على اسس علميه فقلنا له already, already الناس خسرانه يعني اللي مشتري من هون من السبعين الف الناس خسرانه من قبل مو بالهبوط الاخير هذا اللي صار هذا الشهر تمام فاللي مشتري من قبل هو اولريدي خسران خمسين بالمية من حسابه اوكي فشو باقي له بحسابه؟ 50% الثانية ما هي مستاهلة، خلي له بالمحفظة تبعه والاسعار رح ترجع وتتعافى مقابل انه عم يضحي بالزمن مقابل ترجع الاسعار مثل ما هو بالعكس ممكن يعمل بروفيتس. يعني مشتري والله من هي المنطقة أنا بأكد له 30 ألف حنرجع لها مرة ثانية أتليست حيطلع على نقطة التعادل تبعه أما تمسك واحد وتقول له آه بير ماركت وبيع يعني قمة الغباء أنه عملة مثل البيتكوين هي العملة الميجر هابطة 75% شو باقي لتهبط مية وجاي عم تقول هلأ بدل بير ماركت هلأ تحسستوا يا انفلونسر كلياتكم ما عم خص شخص بحد ذاته سواء كان نايف سواء كان كريبتو درات سواء كان اسعد رزق سواء كل هدول عم يطلعوا يخبصوا على اليوتيوب على السوشيال ميديا وبالمناسبه اي واحد بيعترض على كلامي يتفضل عنده هحطلك ايميلي تحت تمام دوت 82gmailcom تواصل معي وانا بطلع معك مناظره لايف ما عندي شيء خاف منه لانه انت اصلا حتنذهل بالامكانيه العلميه اللي عندنا الحمد لله تعالى، وربما الله عز وجل له حكمه الهيه انه يسلم الامانه لاشخاص بالفعل تستحق انه هي تنشرها. فانا من باب الامانه العلميه تمام؟ ما بتعرف ربك له حكمه الهيه بهذا الموضوع تمام؟ فعم حاول انا قدر الامكان احمي ما تبقى، فواحد اصلا اوريدي خسران 60% من محفظته، يعني هذا شو باقي من يعني محفظته؟ الناس مثلا خذ عملة كاردانو، حملة كاردانو ها حنمسح كل شيء، عملة كاردانو يعني اوريدي هي خسرانة 87% من قيمتها، يعني انت شو شو باقي؟ شو باقي عم تقول له بيع عملاتك؟ بالتوفيق شباب وتحياتي للجميع.